تخيلوا معايا الام والبنت ديالها مشاركين في مانطا وحده، هذيك المانطا ولو دير عليك اربعه بحاله ما غتسخنش. كاين الناس على برا حين خايفين على الزنزانه اللي طاح لينا شي دار، الدار يا تريبه يا مشقوقه وكلشي طاح. انا ضرني قلبي، علاش؟ حيت حنا ديجا تواصلنا مع رئيس الجامعه، ما مساليش المال ديالكم واش ما خرجتوهوش ولا يا داك الشيء عامر في التراب، هذا الشيء طاح عليهم كلشي، هذا الشيء اللي شايطينه وما خرجناه. متتبعي جريدة السفير 24، حنا مازلنا نتواجد بدوار ايت الخرويش إراحين. واش عرفتوا شحال الساعة دابا؟ دابا الجوج الليل. تخيلوا معايا الجوج الليل والناس ما ناعسينش، ماشي حيت ما جاوبش النعاس، الناس ما ناعسينش حيت مقصحين في قلوبهم ومقصحين في الدات ديالهم، الناس ما عندهمش باش يتغطاو. تخيلوا معايا الام والبنت ديالها مشاركين في مانطا وحده، هذيك المانطا ولو دير عليك اربعه بحاله ما غتسخنش. انا لقيت رشيد بلا جاكيطه، ثاني اضطريت نحي الجاكيطه باش نحسوا بانني ثاني معاه. انا ما صبرتش البرد، دار كنحس بالبرد فيا. كيف يعقل شاب في عمر 16 عام ولا 14 عام ولا 15 عام في هذه الاجواء وفي هذا البرد ومسؤول ناعس في داره سخون مع وليداته؟ الا حطيت يديك في هذا المنطقه ستلقاهم فازقين بالنداء، مع العلم اننا حنا كنتواجدوا في قمه الجبال. هذه المنطقه اللي ما وصلتهاش المعاونه، ربما المحسنين ما عرفوش الطريق او المحسنين ما انتبهوش هذه المساله. هذه حنا بالدور ديالنا كجريدة السفير 24 كنقلبوا على الاماكن اللي ما وصلتهاش المعاونه باش الناس تجي ليها. بزاف ديال الدواوير درنا نداء من عندهم والحمد لله توصلوا بالمعاونه والحمد لله بخير. انا ضرني قلبي، علاش؟ حيت حنا ديجا تواصلنا مع رئيس الجامعه، ما مساليش، قلنا ليه هاد الناس اللي تاقوا فوق عطاوك الصوت ديالهم محتاجين لك في هاد الساعة، محتاجين جيت واسيهم ولو بكلمة طيبة، محتاجين قلنا ليه هاد الناس اللي تاقوا فوق عطاوك الصوت ديالهم، هذاك الشخص اللي ترشحوا عليه محتاجين لك في هاد الساعة، الصوت ديالهم محتاجين جيت واسيهم ولو بكلمة طيبة، محتاجين انهم رئيس الجامعة يشوفوا هذاك الشخص اللي ترشحوا عليه واللي صوتوا عليه كتركب على سيارة فاخرة، يشوفوا حزام ديال الدولة مع العلم ان الساكنة كتشتكي ان رئيس الجماعة ديالك او الجماعة ديالك الحمد لله كتركب على سيارة فاخرة، الجماعة ديالك والمازوط ديال الدولة مع العلم ان الساكنة كتشتكي ان المقاطعة ديالك او الجماعة ديالك 10 الصباح وما قدام الجماعة، ان الجماعة ديالك كاين اللي كيضرب 5 كيلومتر على رجليه كتفتح وانت كتفتخر والمواطنين من السياره ديال الجامعه ولا 10 الصباح وما قدام الجامعه، هاد المواطن اللي كيوصل عندك مع اللي كيضرب 10 كيلومتر على رجلي كتحل الجامعه وانت وكتجي حتى ل 2 ونص وكتمتع وكتمشي مع السياره ديال الجامعه ولا 3 الا ربع، هذا الكلام ديالهم. هاد المواطن اللي كيوصل عندك مع 10 وكتجي حتى ل 2 الجامعه 12 وكتجي حتى ل 2 ونص وكتمشي مع الثلاثه، فين هو العهد اللي عطيتي لهاد الناس؟ هذا الكلام ديالهم. حنا هاد العائلة صورنا هاد العائلة اللي مكونة من الجد والأب والأبناء والبنت والأم وكذلك هاد الشاب، فين هو العهد اللي عطيتيه لهاد الناس اللي كنلمس فيه حب الوطنية، حب المغرب، ديما مغرب ديما ياك ديما مغرب، الحمد لله وعاش الملك. حنا كلنا تحت سقف واحد ونبغيكم كلكم تقولوا معايا شنو هو الشعار ديالنا؟ هو الله الوطن الملك، عاش الملك، الله ينصر سيدنا، الله يطول في عمره، الله يخليه لينا، الله ينصره يا ربي. وحنا حنا دابا جوج الليل وفي قمه ديال هاد الجبال، نتمنى من عند الله عز وجل يستجب الدعاء ديالنا، الله ينصر سيدنا، الله يحفظه لينا، الله يخليه لينا، يا ربي طول لينا في عمره، يا ربي طول لينا في عمره، يا ربي طول لينا في عمره يا رب.
غنسولو الاخ حسن يعطينا الاسم ديالو وسميت الدوار وسميت الجماعه وسميت المنطقه. مرحبا حسن خرويش اي الخرويش دواري راحل جماعه كوزن اقليم شيشاوه. سي حسن يوم الزنزال واش العائله كلها كانت مجموعه في دار وحده ولا كان شي واحد خارج ولا عاود لينا على الاجواء اللي كانت في الدار ديالكم؟ العائله كلشي كاينين في الدار تسمعنا داك الشيء وعاد خرجنا هربنا شي الدار في الراس وشي خارج. ومني خرجتوا فين توجهتوا؟ واش تجمعتوا في هذا المكان ولا مشيتوا شي بلاصه اخرى ولا؟ مشينا الناس على برا حيت خايفين على الزنزال يطيح علينا شي دار. الدار يا تريبه يا مشقوقه كلشي طاح. من نهار الزنزال وانتوما كتباتوا هنا ولا؟ من نهار الزنزال نهار الجمعه دابا شي 10 ايام دابا حنا برا. وانتوما هنا؟ اها. واش جا شي محسنين عندكم؟ ما شفنا والو. شي سيمانه دابا ما شفنا والو. ما كانش اللي يطلع علينا وما كانش اللي يسول علينا اش وقع لكم ما كاين والو. بالنسبه بالنسبه للمسؤولين رئيس الجامعه ما كاينش ما شفناش وما قلبش علينا وما سولش فينا اش خاصكم ولا اش ضراكم ولا طلب عليكم شي حاجه ما كاين والو. ولكن هذا رئيس الجامعه واش ما تواصلتوش معاه؟ واش ما عيطتوش ليه حتى هذا حق ديالكم؟ هو غيجي عندنا بلا ما تتصلوا عليه خاص يسول علينا حيت امتى كيسول علينا حتى ما غنصوتوا عليه عاد كيجيو عندنا. وصوتوا عليه انتم؟ صوت معلوم صوتوا عليه. اي وفي وقت الانتخابات وهذا واش كان هو كيجي هنا عندكم ولا ما شفتوه ولا شحال من مره كيجي في النهار ولا في وقت الانتخابات؟ كيجي يوميا. ودابا؟ دابا ما تشوفوش. ما نقدروش نقولوا ان ربما دواور اخرين الملهي معاهم ولا شي حاجه؟ لا والو من عندهم. هو خصوش يجي؟ ما خصوش يجي. ما بغاش يجي؟ لا والو. كاينين رئيس الجامعات من الدوار اخرين هذوك خدامين على راسهم. مشاو. وشنو تبغي تقول لهاد الناس هذا؟ كنتمنى لهم يجوا عندنا باش يشوفوا كل شيء بعينهم. انتم مطالبين والو؟ مطالبين والو، طالبين غير بالسكنه يعوضوا لنا هادشي اللي تريب علينا. لا السكنه حق ديال كل مواطن. ان شاء الله كل الناس اللي رابت لهم الديور ديالهم راه غيستافدوا واللي تشقوا لهم الديور ديالهم غيستافدوا. ولكن واحد الشيء باش صح لنا المالي الله ينصرو. الله يخليه لنا. امين يا رب. الله يخليه لنا. الله يخليه. واحد السؤال اخر. واش ما توصلتوش بشي معاونه؟ لا والو. الساعه باقي ما شفنا والو. شنو الحاجه اللي انتم محتاجين لها؟ محتاجين يعاونونا بعدا باش نصيبوا في الناس. داك الشيء غيكون ان شاء الله. ان شاء الله. شنو كتطلبوا من المحسنين خوتنا المغاربه اللي كتشوفوا فيكم دابا؟ شنو كتطلبوا منهم؟ شنو نوع المعاونه اللي بغيتوا؟ معاونه خاصنا كل شيء اي حاجه خاصنا دابا في هذه الساعه. مثلا بحال اش؟ مثلا بحال الضيق بحال كل شيء سميتو حيت ما كاينش فين غنطيبوا. الدار اصلا هو كل شيء. الله يرحم والدي. بالامس وحنا كندورو الدواوير تلاقينا مع واحد الشباب واحد الجمعيه قال لك المشكل اللي لقيناه هو ان الناس كيتلقاو لهم في الطريق وكياخذوا المعاونه وكيديوها لبلايص اخرين. اييه. قبيله كيعاود لي واحد الشخص هو ساكن معكم قال لك ان جات شي معاونه ولكن سواء في منطقه اخرى. عاود لينا دابا المحسنين كيجيو عندنا الرموكات والكاميرات والبيكوبات وداك الشيء كيجيو باش سميتو كان شي واحد الطريقه اخرى كيحبسوها تما وكيدو الدوار الاخرين اللي ما وقع لهم فيهم والو كيقولوا ما راه حنا هما هذوك الدوار اراحيل وهذوك الدوار اللي مشاو ليه ماشي هو. هو هذا اللي حنا فيه. هو هذا حنا الدوار اراحيلنا اجل خرويش. اذا حنا اللي مضرورين ماشي هما. اعطيو واحد النداء لخوتنا المغاربه على الدوار ديالكم واشنو كطالبوا؟ انا بالنسبه ليا كيبان ليا كنت سي حمزه الله يخليك حاول تشد هذه المانطه هذو ان هذه العائله كلها عندها مانطه وحده ومانطه هنا ربما المانط ديالكم واش ما خرجتوهمش ولا؟ يا هذاك الشيء عامر في التراب هذا الشيء طاح عليهم كل شيء هذا الشيء اللي شايطيناه وما خرجناه. احنا بدورنا كنوجهوا واحد الرساله لخوتنا وحبابنا المغاربه المغاربه الحرار المغاربه اللي كنعرفوهم وكيعرفوهم العالم كامل هو حنا كلنا قلب واحد. شفتوا المغاربه كيفاش كانوا في قطر وشفتوا المغاربه كيفاش كاينين دابا في هاد الزلزال كلنا يد وحده. الله يجازيكم بخير. نطلبوا من المحسنين اللي باقي ما فرقوش داكشي ديالهم اللي جمعوا يجيو عند خوتنا هنا محتاجين الدعم ديالكم
محتاجين داك السكر وداك الزيت. شنا دواوير اخرى اللي الماعونه ولات كتلاح في الزنقه هاد الدوار محتاج ليه. كذلك محتاجين المانطات ومحتاجين شويه الزرابي باش ما خص باش ما قسم الله باش ما سخاكم الله نحاولوا نديروا ليد في ليد ونعاونوا خوتنا. انا ما غنبقاش نهضر مع رئيس الجامعه غادي نقول لك الله يجازيك بخير. باقي الوقت فاش تصلح الخطا ديالك، باقي الوقت باش تجي تقول خوتك سمحوا لي انا معاكم. حنا باقيين مازال هنا وغنتظروك تجي وتعطي كلمه وتعتذر. انا من قلبي نبغيو نديروا واحد فاتحه وواحد الدعاء لصاحب الجلاله الله ينصرو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم علمنا وارحم موطانا وارحم جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين الاحياء منهم الملك ناتنس ربي تعاون سيد ربي الله يشافيه الله يخلي له الصحه ديالو الله يخلي له الوليدات ديالو الله يصلح المغرب كامل المحسنين الله يخلص ليهم يعطيهم الخير الله يخلص لهم الاحسان ديالهم الله يرحم ليهم الوالدين الله يدافع عنا الضرر الله يدافع عنا الضرر يا ربي يا ربي يا ربي سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.